ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. انتقد الدولي المغربي الأسبق يوسف شيبو الطريقة التي تمت بها عملية توزيع التذاكر على المشجعين المغاربة في قطر، والتي تسببت في إحداث فوضى عارمة قبل مباراة نصف نهائي كأس العالم أمام المنتخب الفرنسي، مشددا على أنها لا تشرف المغرب. وقال شيبو في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إن الطريقة اللي توزع بها التذاكر ما كتشرفش المغاربة والبلاد، واحد الفوضى كبيرة واقعة، الناس مساكن من نهار الاثنين مع تسعود الليل وهما واقفين في البرد وكاين اللي مرضى وما خداوش التذاكر. السلام عليكم ورحمة الله. خوتي المغاربة كديرين؟ كلكم بخير، كلكم زيان ان شاء الله، تكونوا بخير وعلى خير. غدا ان شاء الله عندنا ماتش ديالنا ان شاء الله، حتى حنا تنباركوا بعدا الارجنتين وصول ديالها النهائي ان شاء الله في انتظار المغرب ان شاء الله غدا ان شاء الله بحول الله. كنت بغيت نتكلم اليوم على واحد الموضوع اللي اثار الجدل بزاف هنايا في قطر وفي المغرب، المشكل ديال التذاكر والطريقه اللي تتم بها واللي وزعوا بها التذاكر، اللي صراحه هذاك الشيء ما تيشرفش، ما تيشرفناش هنايا، هنا ما تيشرفش البلاد، ما تيشرف حتى شي حاجه. واحد الفوضى كبيره، الناس مساكن مشاو من البارح تسعود الليل وما واقفين وفي الليل والبرد، وفي الاخر كاين اللي بقى مسكين مرض كاع وما خذوش التذاكر ديالهم، كاين اللي جا القطار وصل وما عندوش تذكره وبقى في المطار ما بغاوش يخرجوا من المطار. هادشي تيسيء لينا حنا كمغاربه، وتيسيء لينا كاملين، لانه ما يمكنش نتايا تتجيب عباد الله في الطيارات وتتمشي وفي الاخر ما تتعطيهمش التذاكر. الا جايب الناس قول لهم راه في الاول ما كاينش التذاكر، وانت قلتي تتعمر في الطيارات وتتجيبو في الطيارات وفي الاخر الناس ما عندهمش لي بي، راه كيفاش يعقل هادشي اللي تيدار هذا؟ راه الناس هادو راه خصهم، راه سي انكرويابل هادشي اللي واقع هنايا في قطر. خصهم تعرفوا الناس اللي في المغرب، كاينين الناس دابا اللي حاصلين في المطار هنا، وكاينين الناس حاصلين في المطار في المغرب، صافي ما بغاوش هنا قطر من وقع داك المشاكل في المطار ما بغاوش يخرجوا، عطاو اوامر باش الطيارات كاع اللي كانوا جايين يحبسوا. دابا راه الناس مبلوكين في المغرب، اخر طياره يمكن 8 ونص اللي طلعت. راه كاينه واحد الفوضى، راه فوضى كبيره بزاف بزاف بزاف، والمشكل اللي دار هذو الناس هادو خصهم يتحاسبوا على هذا الشيء اللي داروه. جالسين تيسيطوا في الطيارات وما تيعطيوش، انت باغي تجيب الناس عطيهم التذاكر ديالهم في الطياره، ولا عطيهم التذاكر ديالهم مع المطار، قول لهم راه غادي نعطيكم التذاكر ديالكم، ماشي تجيبوا الناس وتخليهم هنا حتى الاخر. الناس بزاف راهم مستائين بزاف من هادشي اللي حصل، ولا هادشي اللي واقع حشومه هادشي اللي تيديروا في الناس وبهالطريقه باسله، وما كاينش رده الفعل والو، لا سفاره ولا حتى شي واحد تيتدخل ولا يهضر ولا يقول شي حاجه. الناس مساكن جايين ضاربين وخاسرين فلوس وضاربين تماره، كاين اللي بقى بوكي في المطار في المغرب 4 سوايع 5 سوايع وعاد طار الطياره وجايين حتى لهنايا وما لقاو لا تذاكر لا حتى شي حاجه. كيفاش انت تدير طياره وتعطي للناس وتتقطع على الارام، تتقطعي للناس تتقطع عليهم وتعطيهم تذاكر باش يخلصوا مساكن الناس يمشيو يتسلفوا وياخذوا الفلوس باش يجيو يقطعوا، وفي الاخير تيجيو لهنا تيحصلوا ما عندهم لا ليبي لا والو. راه حشومه هادشي اللي تديروا، هادشي راه تسائل لينا بزاف، تيسيء المغاربه كاملين اللي هنايا. الناس مساكن عرفتي شحال لقيت ديال المكالمات، يعيطوا بغاو التذاكر، كلشي باغي التذاكر. انا اقسم بالله الا التذاكر ديالي انايا لولادي جاو راهم باقيين الله يجيبهم من الاخير، والله العظيم الا خديتهم من السيت تحلوا واحد الوقيته خديت 4 تذاكر شريتهم. لحقاش هادشي اللي واقع هنايا في هاد لا فيديراسيون وفي هادشي راه حشومه وعار. نتمنى ان شاء الله هادشي ما ياثرش علينا حنايا، نبقاو مركزين، عندنا ان شاء الله ماتش ديال غدا، وهادشي ان شاء الله راه يجب المعان نرجعوا ليه، وخص المحاسبه وخص الناس ترفع شويه من المستوى ديالها. المسؤولين باغيين تنظموا كاس العالم، ثم الناس ما قدرتش تعطيهم تذاكر، تتهضروا حشومه كاع، والله الا تتحشموا الواحد.
السلام عليكم، سمحوا لي هضرت بهذه الطريقه، لك تعصبت لهذا الشيء، هذا الشيء ما تيدارش، حشومه وحشومه بزاف.